لما يجي لكم حرامي البيت في الشتاء. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. مين ده اولي ده شكله كده حرامي يا حاج. بقول لك ايه يا حاج، انت رايك اسرقكم دلوقتي ولا استنى لبكره واسرقكم؟ اصل الجو تلج قوي. هو انت بتستشيرنا؟ هات التليفون يا اولاد، رن على البوليس. والنبي ما هتحرك من تحت البطانيه، ده الجو تلج. طب وبعدين هنسيبه يسرقنا كده عادي؟ انا سامعك يا حاج بتقول بوليس. هو انت عايز تبلغ عني ولا ايه؟ هو انت يا ابني دكتور سنان، ده انت حرامي، يعني لازم ابلغ عنك. لو النبي يا حاج مش عايز اركب البوكس في الجو البرد ده، ده مفتح من كل حته. صعبت عليا. يلا انا هسيبك تروح تسرق، بس بشرط تعمل لنا كوبايتين سحلب انا والحاجه، وتجيب ريموت التلفزيون من عندك من بره عشان في مسلسل تركي هيبدا دلوقتي ومكسله قوي. يا سلام من عينيا يا حاج انت والحاجه، وبالمره اعمل لي كوبايه حلبه بحليب. يلا نهاركم ابيض.